نظم حزب المؤتمر بالغربية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مؤتمرا جماهيريا حاشدا بطنطا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. وأكد الحضور على دعمهم ومساندتهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، وأيضا على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية من أجل توصيل رسالة للعالم أن الشعب المصري وراء رئيسه. جايين نتكلم مع الشباب، مع كل الفئات، أطفال، رجال، سيدات، وخصوصا السيدات، لأن معانا النهاردة المجلس القومي للمرأة عشان يتكلموا مع السيدات، لأن حضرتك عارف أن عنصر المرأة هو أكتر عنصر بيبقى مؤثر في المجتمع. احنا جايين النهاردة نوصل رسالة ان مصر قوية بشعبها، ان شعب مصر قد التحدي، ان كل واحد لازم هو نازل الانتخابات ياخد معاه والده والدته اخته صاحبه جاره، لازم كلنا نبقى في ايد واحدة وننزل. اعتقد ان الزخم اللي احنا بنشوفه جوه كل المحافظات يعني على ارض جمهورية مصر العربية، ده بيدل ان يعني في حدث هام بيحصل، وفي وعي من الشعب المصري ان في حدث هام هيحصل في الفترة اللي جاية دي. أعتقد أن الزخم ده ناتج عن أننا في أحداث خطر حوالينا، المنطقة كلها ملتهبة ومشتعلة، فمهم جدا أن احنا نكون خروجنا هو داعم لاستقرار الوطن، هو يعني غير أن احنا كمان بندعم شخصية بعينها أن احنا نكون داعمين لاستقرار هذه البلد. جايين نشارك في المؤتمر لتأييد معالي فخامة الرئيس. الحقيقة احنا جايين عشان كمان نأيد الأمن والاستقرار والمكتسبات اللي اكتسبناها من أول تعيين فخامة الرئيس رئيسا للجمهورية، علشان نحافظ على كل المكتسبات دي كان لازم ننزل ونازل نشجع الناس ونأيد عن اقتناع فخامة الرئيس. بعد 2018 لولا الرئيس السيسي أصدر قانون الإعاقة اللي أنصف المعاقين، ما كانش ده بقى حالنا، لان احنا دلوقتي النهارده كل السبل متوفره لنا في مصر، كل حاجه متوفره لنا، قبل كده كنا مهمشين. فالحمد لله عشان كده احنا جينا النهارده نأيد الرئيس السيسي لفتره رئاسه جديده حتى اخر العمر ان شاء الله باذن الله.